صباحنا لليوم منبدأ مع الإبداع الموسيقي السوري الحاضر دوما بإبداع قامات وطنية عم ترسخ حضورها بأعمال تدخل وجدان الذاكرة الإنسانية. ومحطتنا الموسيقية لليوم رح نسافر فيها برحلة للشام القديمة وتحديدا ضمن جدران الكنيسة المريمية يلي أقيم فيها الحفل الموسيقي والذي حمل عنوان بالله يا أنطاكيا. الأمسية الموسيقية يلي تم إحيائها ببطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بمناسبة عيد مؤسسي الكرسي الأنطاكي يلي شارك فيه كورال الكنارة الروحية بقيادة الشماس ملاتيوس شطاحي، وأكيد بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو أندري معلولي يلي هو حاليا ضيفنا لليوم لحتى نحكي أكثر عن الأمسية. صباح الخير مايسترو. صباح الخير. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. أكيد خلينا نحكي بداية عن هالحفل الموسيقي يلي حمل عنوان بالله يا أنطاكيا. الحفل كان له مناسبة طبعا، هي عيد مؤسسي الكرسي الأنطاكي. طبعا الحفل هو مو الأول صحيح. اللي نحن بنعمله، في عدة أمسيات سابقة ضمن مشروع كبير ضخم بلشنا فيه، وانه هو ادخال الموسيقى الآلية على الموسيقى البيزنطية. بيزنطية. الموسيقى البيزنطية هي موسيقى غنائية كورالية، الصوت البشري هو الشيء الوحيد اللي بيكون متواجد فيه. اليوم نحن حاولنا انه نطور هذا الموضوع بادخال الآلات الموسيقية مع الحفاظ على خصوصية الموسيقى البيزنطية وعلى شخصيتها وقواعدها، وبلشنا نشتغل بهذا الموضوع بعدة حفلات حملت عدة مواضيع. يعني حفلنا الأخير اللي كان هو بالله أنطاكيا كان لأنه في مناسبة تم اختيار ألحان وأناشيد وترانيم من التراث الأنطاكي الديني والشعبي لا يتقدموا بهيد المناسبة، و طبعا اوركستراليا لحتى ينشغل عليها مع اوركسترا مكتوبه بطريقه اكاديميه علميه صحيحه، والاعمال كلياتها كانت اخذه هذا الطابع الشرقي الاكثر بهيدا الامسيه تحديدا، لانه الموسيقى والتراث كان بيتطلب هذا النوع من الاوركسترا. كانت الاوركسترا مصممه لهالانواع من نعم. من الترانيم. نعم مايسترو، يمكن من قبل مثل ما ذكرت حضرتك اقمتوا حفلات مع يعني ادخال الالات على الموسيقى البيزنطيه، خلينا شوي ندخل بكواليس وباجواء الحفل، يعني كيف بيتم برمجه الاصوات مع الالات؟ شو هي الالات يلي بتتلائم مع الاصوات البيزنطيه يلي او الترنيم البيزنطي اللي هو يمكن كمان موسيقيا صعب؟ هاي الكواليس يمكن العالم ما كتير بتعرفها، خلينا نحكي عنها. اليوم الموسيقى البيزنطية تختلف عن بالأداء وبالطريقة وبدراستها عن الموسيقى العادية، بس إنما اليوم في بعض النواحي المشتركة بالمقامات الموسيقية، الأسماء تختلف أما هو بالنهاية الروح واحدة بالمقامات. إيه لأنه في عندنا في مثلا بالمقامات الشرقية في عندنا العجم الكرد الصبا، بالنسبة للألحان البيزنطية في عندنا اللحن الأول اللحن الثاني، فكل واحد له انعكاس على الموسيقى. اليوم طبعا كتير صعب اول ما بلشنا الفكره انه نحن نقدر نلائم هذا الموضوع، لانه في تفاصيل احيانا صعب انه تظهر او تتوزع موسيقيا، لحتى ضل اخذ معنا فتره بالبدايه لنقدر نلاقي الطريق اللي نقدر نشترك فيه مع بعض كنوعين من الموسيقى. طبعا الاصوات اليوم بالكورال لما بيغني او بيرتل بفي له نوتات معينه هو مو دائما في هيك وهيك، بس انه ممكن انه هن حتى قرايه النوطه الموسيقيه تختلف، يعني ما بيشوفوا العلامات على الاسطر الى الموسيقى البيزنطيه الى كتابه خاصه مسميه البسالتيكا، هن بيقدروا بيقروها، يعني هذا كمان هو علم دراسه يعني اختصاص بحد ذاته. تمام. فالموسيقى هون صارت توليف هذا الموضوع، يعني اليوم صارت الآلات الموسيقية هي اللي عم تأدي العلامات الموسيقية
والكورال، هل الانسجام هذا اللي قدرنا نساويه هو الشيء الجديد. يعني رح نكمل اكيد حديثنا معك بعد ما نتابع مشاهد من الحفل وثقته كاميرا برنامجنا برفقه زميلتنا نرمين عمار. أكيد مثل ما تابعنا مايسترو مقطع من الحفل الموسيقي اللي كان بالكنيسة المريمية. خلينا نرجع نحكي عن الستايل الشرقي اللي كان طاغي على الحدث أو على الأمسية وإدخال الآلات الشرقية بشكل مكثف أكثر. الحقيقة هذا اليوم اللي نحن التراث الانطاكي هو تراث اللي نحن بنعتمد عليه بتراثنا، يعني هو عمليا تراث الكنيسه الارثوذكسيه. فاليوم بيكون طبعا الالحان الشرقيه هي الموجوده متواجده فيها، وخاصه انه الملحنين حتى هن من المؤسسين الكنيسه اللي لهم تاريخ كثير كبير كثير كبير بهذا العمل. وحتى طبعا في ملحنين كمان كان في تجارب من شباب جداد بهذا الموضوع. وطبعا بالتأكيد بده يكون هو شرقي، لأنه نحن ببلد عربي وروحنا الشرقية هي بتضغي على هذا الموضوع. تم تشكيل الأوركسترا بما يتناسب مع هاي الأمسية. اليوم الأمسية ما كان فيها آلات نفخ نحاسية ولا آلات نفخ خشبية، كانت تعتمد على الوتريات إضافة للآلات العربية والإيقاع طبعا لطبيعة الترانيم والأناشيد اللي كانت مختارة. يعني مايسترو برأيك قديش أضافت الآلات للحن البيزنطي؟ يعني قديش برأيك صار في نوع من الدمج والجمالية؟ يعني قديش بتحس تغير شيء؟ أنا برأيي إنه هو خطوة كتير مهمة. يعني بحس إنه دائما التطوير بالحياة هو مهم، وحسب اليوم نحن شو في عنا إمكانيات. واليوم هذا الشيء ما حسيته إنه هو أثر على خصوصية الموسيقى البيزنطية، رغم إنه يمكن تعرضنا لبعض الانتقادات من بعض الأشخاص اللي هن بيعتبروا إنه ما في أو لا يجوز المساس بهذا الطقس مثلا. إنما اليوم نحن عم نقدم فكر، ما الهدف نحن اليوم نعمل حالة إنه والله نحن عم نعمل بروباغندا جديدة والله كذا. نحن اليوم عم نقدم فكر معين انطلق من سوريا للعالم. يعني نحن ننقل هيدا الفكر للعالم كله، يشوف إنه نحن في سوريا
قدرانين اليوم نفكر صح ونخلق أفكار جديدة، وممكن هن بكرة يقلدونا بهذه الأفكار ويقدموا يقدموا الموسيقى بهذه الطريقة. ما لقيت أنا أي كان دائما عندي هذا الهاجس إنه ليش الآلة الموسيقية ما موجودة ضمن الموسيقى البيزنطية، شو اللي بيمنع أو كيف فينا نحن نحسن هذا الموضوع ونقدمه بطريقة نقدم الموسيقى بطريقة أفخم وبطريقة يعني كمان فيها رسائل نحن بنقدمها عن طريق الموسيقى. دائما الموسيقى هي اللي بتنقل رسائل المحبة، أكيد. السلام، التضحية اللي احنا بنساويها. فهذا الموضوع حسينا انه ضروري يخلق هذا المشروع من سوريا. صحيح. تم مباركته من غبطة البترك يا زجي بهذا الموضوع، وتحمس كثير للموضوع لما بلشنا فيه هذا الحكي من تقريبا ماشي سنتين، وشجعنا انه نكمل يعني هذا. صحيح. هذا حتى كان في امسيه ثانيه مو بس بالكنيسه، عملنا نحن بالاوبرا، عملنا بالبلمنت حتى تم نقل حفل البلمند، وعملنا او كان كمان بالمريميه هذا ثاني حفل. نعم مايسترو، يمكن مع بدايه من سنتين مثل ما ذكرت، مع بدايه يمكن يعني طرح الفكره، كان المفروض يكون في تعاون كثير كبير مع جوقة الكنار بقياده الاب ملاتيو الشطاحي، بدنا نوجه له تحيه كثير كبيره. يعني ادخال آلات على كورال، كمان الكورال ما نو متعود على هي الحالة. خلينا نحكي كيف تم التعاون، كيف كانت تتم البروفات، كيف قديش يمكن بالبداية يعني كان في شوية صعوبات لحتى اديتوا الحفل الأول، يعني كان مبهر الحفل الأول. كل شيء فيه له صعوبات. نعم. أي عمل بالبداية بينحكم ضمن شيء جديد كليا تماما، بده يلتقى قواسم مشتركة لنقدر يبدأ. بلشنا الحديث يعني انا والاب ملاتيوس، وتم تاسيس وقتها على اسر هذا الحديث تم تاسيس جوقة الكنارة الروحية، يلي فعلا انا بوجه لهم تحية لكل افراد الكورال فردا على الجهود الجبارة اللي هن بيقدروا عملوها، وعلى النتائج. انا كل حفل عم بعمله معهم عم بحس تطور الكبير اللي هن عم يتقدموا عليه، واللي هن عم يوصلوا لمرحلة نقول الاحتراف. وطبعا هذا الشيء لانه الاب ملاتيوس عم يشتغل معهم بطريقه كثير علميه صحيحه، وعنده اصرار طبعا، اكيد ابونا هو اصدر يعني. اختصاصه بالموسيقى البيزنطيه واصراره اليوم ليقدم شيء مميز. يعني انا بشوفه قديش هو دائما من اول ما نبلش، من اول يوم بنبلش التحضير لاخر يوم بتوتر كامل، دائما بجاهزيه كامله للعمل، ما يكون في ولا ثغره من الموسيقى للتنظيم للتحضير لكل هاي الامور. فيعني الشغل بيحتاج لأول شيء اليوم محبه، بيحتاج ليصير في يكون في تفاهم بين الاشخاص اللي عم يخططوا هذا، والانسجام طبعا. فهذا الشيء بلشنا نحن نصنعه باول حفل، عم يتطور بكل حفل اكثر. يعني حتى انا بعد الحفل من الكورال، اعضاء الكورال عم يقولوا لي انه احنا عم نعمل عملنا كذا حفله، بس انه هاي الحفله حسينا انه كثير متفاهمين اكثر. طبعا هذا الشيء اليوم بيجي مع الوقت، انه بنقدر نصير احيانا من النظره نفهم على بعض اكثر. يعني الموسيقى دائما بتكون حاضره بالروح، كيف إذا كانت ترنيم وكيف إذا كانت طبعاً. بيزنطية. خلينا نروح لنتسمع شوي على بعض المقاطع من الحفل ونرجع. Yeah.
مايسترو اكيد من بعد هالامسيه يلي لقيت نجاح كثير حلو وصدى كثير لافت على كمان مواقع التواصل الاجتماعي، يعني انا تابعت كثير من الفيديوهات كانت نازله. بدنا نقول لكم الف مبروك، ولكن شو الشيء اللي جاي؟ رح يكون في حفله ثانيه مشتركه مع جوقه الكناره الروحيه؟ اكيد نحن مستمرين اليوم. طبعا انا بوجه تحيه كثير كبيره لبطريركية الروم الأرثوذكس على حماسة لهذا المشروع والاستمرارية. بوجه تحية لكل أعضاء كورال الكنارة الروحية، وبتمنى لهم دائما التطور والنجاح، لأنه عم بيقدموا شيء على مستوى عالمي. بتخيل أنه راح يكون في عنا هلأ دراسة لمشاريع تانية، ما رح نوقف. وهذا اللي كمان يعني انا اخذت وعد من البتركية انه هذا المشروع مكمل. في شيء رح يكون خارج سوريا؟ نحن عم نحاول. كان في محاولة قبل نعمل شيء برومانيا، لسه الامور ضمن التحضيرات طبعا لننقل هيدي الفكرة او الفكر السوري للعالم. هذا الشيء الجديد يلي انطلق من سوريا لازم ينطلق على كل العالم. طبعاً. نعم، يعني اللحن البيزنطي اللي الموسيقى البيزنطية يلي اقترنت مع هي الآلات، قديش الموقع كان هو موقع الكنيسة المريمية له تأثير تماما، لأنه نحن بنعرف الكنيسة المريمية هي كنيسة من أقدم الكنائس ومليئة بالأيقونات وتحديدا البيزنطية. يعني أنا بروح على الكنيسة المريمية بشوف الأيقونستاس كامل كله لوحات بيزنطية، قديش المكان أضاف لهذا طبعاً. الحفل روح طبعا، يعني هذا شيء كثير أنا بالنسبة لي مهم. لما دائما أنا بدي أقدم عمل موسيقي بدي أختار المكان الصح اللي بيتناسب مع الفكرة والموضوع، وهذا الشيء كمان أحد الأشياء اللي تم المناقشة فيها بأول حفل، أنه ينعمل داخل الكنيسة أو في الخارج بالباحة. فأنا طلبت أنه تكون داخل الكنيسة لأنه الجدران الكنيسة بتساعدني لحتى تطلع الموسيقى أجمل. صحيح. حتى بالنسبة للجمهور الشعور اللي بيوصلوا للموسيقى والتفاعل داخل المكان واللي عم نقدم الألحان الخاصة بالمكان بيأثر، وبيكون تأثيره لسه أكبر بكتير من أنه أقدمه بأي مكان آخر. طبعا عملنا حفلة بالأوبرا كان حلو، عملنا حفلات بالبلمنت كمان كان جميل، إنما وقع هذا الحفل على علينا كموسيقيين وعلى الجمهور كان مختلف. نعم. يعني ليا ارتباط الموسيقى بالمكان هو دائما هو مهم، بيضيف للموسيقى شيء معين. نعم اكيد. سالي مايسترو، بعيدا عن هيدا الحفل، على صعيد الاوركسترا عندكم حفلات جايه ولا عم تحضروا؟ حاليا نحن عم نحضر هلا لحفل، طبعا الاوركسترا هلا باجازه، الاوركسترا السيمفونيه الوطنيه باجازه، بعدين بتبلش بشهر 8 تقريبا بنبلش بآب الموسم تبعنا. بس انا محضر هلا لحفل رح يكون ب 16 تموز بدار الاوبرا لمشروع كمان الاول. بدار الاوبرا ولا بدمار رح يكون؟ لا، بدار الاوبرا. بدار الاوبرا. نعم. هو انطلاقه لاوركسترا معهد صلح الوادي. اوركسترا اللي بتالف من 70 طفل تحت 15 سنه. حلو. صرنا عم نشتغل تقريبا حوالي 8 شهور على الموضوع مع الاطفال، وابتداء من يوم الاثنين راح نبلش تدريباتنا المكثفة اليومية، وراح نقدم الحفل ب 16 تموز بالأوبرا. نتمنى هذا الشيء القريب جدا. نتمنى لكم كل التوفيق اكيد. شكراً مايسترو جزيلاً. شكرا كثير، وان شاء الله الف مبروك على نجاح الامسيه. شكرا لكم. اكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وعطله واجازه يعني لازم تكون موفقه بعد هالتعب. ان شاء الله بترجعوا من جد روح الموسيقى. يسعد شكراً. صباحك وشكرا لك. يسعد صباحكم وصباح جميع مشاهدي الاخباريه. شكرا. اهلا وسهلا فيك.